اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر. نبدأ هذا التقرير بالحديث عن الدولار الامريكي الضعيف. يواجه الدولار الامريكي ضعفا واضحا امام معظم نظرائه، وبالتحديد امام اليورو وامام الجنيه الاسترليني لعده اسباب. نبدأ اولا بالداخليه في الولايات المتحده الامريكيه، حيث هناك نوع من التخوف وعدم الوضوح بشان مقدره إدارة ترامب الجديدة على تمرير الخطط والقوانين من الكونغرس، فقد تم تأجيل التصويت على قانون الرعاية الصحية الجديد الذي يعتبر بديلا لأوباما كير، وذلك يعتبر بحد ذاته نوع من عدم الوضوح وعدم الشفافية فيما يتعلق بمقدرة الإدارة الجديدة على تمرير مثل هذا القرار الذي نادى به كثيرا دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ويعتبر هو أحد أبرز المفاصل الرئيسية التي يعتمد عليها دونالد ترامب والقيادة الجديدة. طبعا هذا يعطي نوع من الضعف والضغط أكثر على الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. من الناحية الثانية، تعلمون أنه كان هناك نوع من الفجوة ما بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الأقطاب في العالم. الآن بدأت هذه الفجوة تظهر إشارات بالتقلص، بمعنى أن المركزي الأوروبي يتجه نحو إمكانية تشديد السياسة النقدية مثله مثل الجنيه الاسترليني، وكذلك لدينا البنك المركزي البريطاني، وكذلك لدينا البنك المركزي الكندي في نفس الوقت. هذه البنوك تتجه نحو تشديد السياسة النقدية، وبالتالي تتقلص الفجوة ما بين تشديد السياسة النقدية الذي تم في الولايات المتحدة الأمريكية وما بين السياسة التيسيرية التسهيلية الموجودة في أبرز البنوك المركزية حول العالم. طبعا هذا من شأنه أن يضغط على الدولار الأمريكي مثل ما لاحظنا بالاتجاه المنخفض، وأيضا يضغط على عوائد السندات الأمريكية إجمالا وعلى السندات الإقبال على السندات الأمريكية. دعونا نبتدأ من أول نقطة، من ثاني نقطة أيضا، بما يتعلق بالدولار الأمريكي مقابل اليورو. لماذا اليورو يرتفع بشكل واضح قد وصل إلى أعلى مستوياته اليوم عند 1.1434، وذلك بعد أن أشار ولمح ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي عن نية المركز الأوروبي التوجه نحو رفع أو تخفيف التيسير النقدي، وبرنامج التيسير ممكن أن يبدأ تقليصه تدريجيا في الفترة القادمة، بإشارة إلى أن هذا البرنامج بدأ يعطي نتائجه الواضحة على الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي هي إشارة لتشديد السياسة النقدية. على وقع ذلك ارتفع اليورو بشكل واضح إلى أعلى مستوياته خلال عام 2017، وخلال عام كامل من تاريخ هذا الارتفاع إلى عام إلى الوراء. طبعا مستويات 1.1434 تعتبر الآن هو مستقر فوق مستويات دعم مهمة موافقة لل 14 10. استقراره فوق هذه المستويات يعني مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة. ننتقل إلى زوج آخر وهو الجنيه الاسترليني، حيث كان لدينا يوم أمس اجتماع البنك انجلترا المركزي، والذي أظهر انقساما داخل أعضائه في التصويت على رفع أسعار الفائدة 5 مقابل 3، وبالتالي كان لدينا قرار كارني بإبقاء أسعار الفائدة كما هي، ولكن هناك 3 أصوات تنادي بإمكانية رفع أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المنخفضة عند 0.25%، وهذا يعتبر أيضا دعم كبير للجنيه الاسترليني الذي ارتقى إلى مستويات 1.2990 تقريبا، ويقترب إلى أن يكون فوق مستويات 1.30. هدفنا بالاتجاه الصاعد عند 31.50 في الوقت الحالي. طبعا الدولار اندكس بعد هذه الضغوطات إجمالا هو عند مستويات منخفضة موافقة ل 95.50 تقريبا، وتعتبر هي أدنى المستويات للمؤشر الدولار الأمريكي أمام سلم العملات في 8 أشهر.
إذن ننتظر أن يكون هناك مزيد من الضغط على الدولار الأمريكي على الأقل خلال تعاملات هذا الأسبوع. وطبعا ضعف الدولار الأمريكي ساهم باستقرار أسعار النفط في الوقت الراهن، وكذلك أسعار الذهب، أونصة الذهب مستقرة بنتيجة الضعف في الدولار الأمريكي، في حين نشاهد تراجعات أيضا لكل من زوج دولار أمريكي دولار كندي، وأيضا تراجعات في زوج دولار أمريكي ين ياباني بالاتجاه الهابط، واستهدافات حوالي 100 نقطة على الجنيه على الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط. هذه هي النقاط الأبرز في تقرير اليوم. أشكر لكم المتابعة. لمزيد من التفاصيل وأيضا تحليلات فنية لكل الأزواج وبالتالي أهداف هذه الأزواج يمكنكم متابعتها على غرفة الأخبار من Equity Global Markets، الرابط الخاص بها موجود أسفل هذا الفيديو. Thank you.